أهلا بكم. انطلقت الحرب الأهلية الإسبانية في يوليوز 1936 من مدينة تطوان، حيث أصدرت القيادة العسكرية الإسبانية بيان التمرد. بعد ذلك مباشرة التحق بتطوان من سيصبح قائد التمرد، الجنرال فرانكو. الجنرال فرانكو كان يعي أنه لو اعتمد على الإسبان فقط لن يتمكن من الانتصار في هذه الحرب الأهلية، لذا راهن على المغاربة، وراهن وفق استراتيجية متعددة الأبعاد. البعد الأول سياسي، هو كان يعي بأن قادة الحركة الوطنية في الشمال يمكن أن يكونوا عنصر مهم بالنسبة له، لذا حاول أن يقنعهم أنه هو كذلك من الوطنيين وأن حركته هي حركة وطنية ناسيوناليستا. وفي الحقيقة أن قادة الحركة الوطنية تعاطفوا معه، لأنه كانت لهم خيبة أمل كبيرة من الحكومة الجمهورية التي لم تفي أبدا بوعودها. في المقابل هو وعدهم لو انتصر في الحرب لمنح ديمقراطية لشمال المغرب من خلال السماح بتأسيس أحزاب سياسية، صحافة حرة، ودمج المغاربة في الوظيفة العمومية في المنطقة الخليفية. والواقع أنه وفى بالكثير من وعوده. إذن هذا هو البعد السياسي. البعد الآخر ديني، الرجل كان يعرف أهمية الدين بالنسبة للمغاربة، فحاول أن يقنعهم بأن الحرب ليست ضد الشيوعيين، بل قال ضد الكفار، ضد الملحدين، وأنه والمتعاطفين معه ولو أنهم مسيحيين فهم يؤمنون بإله واحد مثل المسلمين، بعكس المتمردين الذين لا إله لهم. ولعب على استراتيجية ذكية جدا هي قضية الحج، فبدأ يبعث القيادات الدينية وأعيان المنطقة الخليفية إلى الحج، بل وكانت هناك سفينة خاصة، باخرة خاصة تأخذ المغاربة إلى الحج، هي المغرب الأقصى. فلما يعودون من الحج يستقبلهم في قصور الأندلس. وفي الحقيقة هؤلاء روجوا لفرانكو بطريقة لم يكن يحلم بها، أشاعوا بين المغاربة أن فرانكو فعلا أصبح مسلم، وأنه اسمه هو الحج فرانكو، وأنهم شاهدوه في عرفة يؤدي مناسك الحج، وأن غايته هو مساعدة المسلمين لاستعادة الأندلس. إذن هذه الاستراتيجية بطبيعة الحال أعطت أكلها بشكل كبير، لدرجة أن الجنود لما كانوا يقاتلون مع فرانكو تأثروا وأصبحوا يرددون بعض العبارات مثل حجاج بيت الله وشفتوا رسول الله، يعني يخاطبون أولئك الذين ذهبوا إلى الحج. إذن هذا هو العنصر الثاني ديني. العنصر أو البعد الثالث ثقافي. فرانكو كان له معرفة كبيرة بالثقافة المغربية، ليس فقط اللغة وإنما الثقافة. هو مساره بدأه منذ البداية في المغرب، في العشرينات كان في الريف. هنا أحكي حكاية لها دلالة، حكاها لي تاجر مهم في تطوان أو سي الحداد. في مرحلة الحماية ذهب إلى مدريد، كان هناك معرض للصناعة التقليدية الدولية، وهو هذا سي الحداد كان مسؤول على جناح المغرب. يقول نظمت زيارة للرواق من طرف فرانكو والوفد المرافق له، فتقرر أن تهداه صينية مغربية من الصناعة التقليدية. فقال لهذا الشخص اقترب مني فرانكو وابتعد عن الوفد المرافق، فبدأ يوشوش في أذني، فقال لي لا تتخيل ماذا كان يقول لي لما أهديته الصينية. بدأ يغني لي الصينية والبير، يعني من جزء الثقافة المغربية العميقة. العنصر الرابع اقتصادي. الذين شاركوا في الحرب كلهم فقراء، في مرحلة كان المغرب يعرف فيها مجاعة منطقة الريف، وبالتالي هذا ساعدهم على تحسين وضعيتهم. كيفما كان الحال، هؤلاء هم الذين حسموا الحرب لفائدة فرانكو، حوالي 80,000 شخص. إذن المغرب كان له دور أساسي في تغيير النظام في إسبانيا إلى الدكتاتورية، ولكن ليس المغرب الرسمي. أولاً لأن المغرب الرسمي كان تحت الحماية، وثانياً لأن السلطان محمد بن يوسف أدان هذا العمل. هناك رسالة موجهة من السلطان بن يوسف إلى
المقيم العام الفرنسي يدين استغلال المغاربة في قضية ليست قضيتهم وضد حكومة ديمقراطية في إسبانيا. وللحديث سيدي.